هنقول مقادير الرز الملون. هو انا هشتغل برز ابيض عادي سواء مصري او بسمتي المتوفر عند حضراتكم. هناخد 3 كوبايات من الرز، وعندي كمان الوان طعام انا هستخدم منه. لو عندنا زعفران كان بيها، عندنا كركم ممكن نعمله في شويه ميه ونحطه يبقى ده اللون الاصفر اذا احنا عايزين نستخدم مكونات طبيعيه، والازرق والاحمر نقدر نستخدم الوان الطعام الصحيه اللي بنستخدمها في الكيكس كده. تمام. طيب عندي عود قرفه، عندي معلقه صغيره من الكاري، عندي ورق لورا وحبهان وملح والمرق عشان انكه الرز بتاعي. لو عندنا فصين مستكه كمان يا محمد هاتهم لي اذا سمحت، عشان الرز الابيض بيتنكه بفصين مستكه حلوين كده يدوله طعم وتيست حلو مع الزيت وايه والحاجه بتاعتنا. وهاتي شويه رز ابيض كمان زياده. بصوا بقى، انا هاخد اول حاجه شويه كده من الزيت حطهم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده. وهاخد معاهم الاول كام حبه هنا، وهحط نقطتين من الكاري، مش كتير، انا هدي طعم بسيط قوي يعني حاجه خفيفه كده، لان انا ايه مش عايزه اخلي طعم الكاري طاغي عليه. تمام. يلا عاملين حساب محمد؟ يلا ادي كام فص حبهان كده. انا بس بحب اعمل ايه بقى في الحبهان، ساعات بدوس بس عليه كده عشان اديها تطلع لي النكهه، يعني يا دوب بس عشان البذور اللي جواه. وهاخد كده كام كبش قرنفل اهو، 3 أو 4 علشان يدوني طعم للرز. كل ده هيطلع على الوش بتاع الرز، مش هيجرى له اي حاجه، بس انا بديله تشويحه كده عشان يبقى طعمه جميل. بصوا ازاي، حاجه بسيطه جدا. وعندي هنا فصين المستكه، هاخد فص واحد كبير او فصين بس كده، مش اكتر من دول اهم. شايفين فين اهم فصين المستكه هيدوبوا دلوقتي حالا، لازم يدوب في ماده دهنيه، ما ينفعش حضراتكم تحطوه كده على طول لانه هيلزق في جناب الحله وهيضايقكم قوي، هيبقى صعب انه يعني تشيلوه حتى لو في الغسيل، الا لو اضطريتوا تجرحوا الحله. طيب انا بدوبه لانه بيدوب. وهنتكلم عن المستكة على فكرة وفوائدها، لأن ليها فوائد كتير، وقلنا إن شجرة المستكة دي بتطرح 3 طرحات ب3 ألوان مختلفة، الشفاف والأبيض اللي شبه لبان الدكر ده، ولون تاني كده إيه يعني شفاف جدا، ولون ليه شبه لبان الدكر، ولون تالت، فال3 طرحات ب3 ألوان مختلفة. فساعات لما نشوف المستكة يقول لك دي مش أصلي، لا هي بتبقى على حسب الطرحة بتاعتها وليها مواعيد. هاخد كده، عايزه اقول لكم القرنفل ده كمان من الحاجات الرائعه للصدر جدا، خصوصا في وقت ما يبقى عندنا بلغم، وبيقاوم الالتهابات بشكل قوي جدا، ومسكن للالام. هات لي رز تاني يا محمد. وعايزه اقول لكم الناس بقى اللي عندها مشاكل في صدرها رب ولا قدر الله، عايزه اقول لكم هو مسكن جدا للالام دي، يعني القرنفل من الحاجات الجميله. في ناس تحب تشرب الشاي وتحط فيه 2 قرنفل في البراد، او تشربه في كوبايه الشاي بالقرنفل، يعني ناس تشربه بالحبهان على حسب. املهولي هنا شويه، وانا هاخد كده بقى ايه تقليبه، هاخد رشه الملح من هنا، انا مش هكتر الملح لان انا هسقي بمرق خلاص. خش جيب لي شويه رز زياده، هنقلب. انا عايزه اديله بس فايده، ممكن نحط نقطه كده، ممكن تسيبوه ابيض بس انا حبيت اضيف له ده عشان يبقى طعمه جميل. لا ده في الاخر بعد السوى هقول لكم بقى، اما يجي يتشرب يا ندى هنعمل الخطوه دي، مش هنحط من الاول خلاص، لان انا لو حطيت اللون من الاول يا جماعه وانا بسقي بالمرق هيبقى خلطبيطه بالصلصه، هيبقى رينبو. وضحت كده؟ طيب بسم الله، هناخد المرق بقى سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل كوبايه رز جافه عليها كوبايه ونص الكوبايتين على حسب نوع الرز خلاص. الرز انواع، الرز الخليجي او لازم نحترم فيه النقع، الرزايه بتبقى اطول واتخن، فلازم
نخلي بالنا من النقطه دي ونديها حقها، كل ما هننقعها كل ما هتنفش معانا فالتسويه تبقى احلى. هزود شويه ميه سخنه كمان بس كده، ما ينفعش احط ميه ساقعه خالص، ولا على لحمه بتستوي ولا على فراخ بتستوي ولا على اي حاجه خدت درجه حراره عاليه على النار. اول ما باجي اضيف لها اي ميه ساقعه كاني بوقف تسويتها، وده بيحصل ساعات في اللحم وتلاقوها ايه طوله شدت معانا، اللحمه ما استوتش كويس، ده مش حلو، فلازم نراعي القصه دي ولا ايه؟ ماشي ماشي يا سبايدر. هاخد بقى عود قرفه صغنن كده، انا عايزه ادي نكهه لطيفه للرز بما اني احط الوان، هو الفكره فيه في الكالرز يعني الالوان اللي بتتحط فيه. اول ما يبدا يغلي معايا هوري حضراتكم، هبدا اهدي نار واسيبه يتشرب. احنا امبارح عملنا رز الحقيقه، انا يعني بقول الحمد لله لكل اللي داق وقال انه رز طعمه كان جميل ومنكه وسبحان الله يعني احلى من اللي بناكله بره وحاجه بيتي وجميله. هيبدا يغلي هسيبه شويه، اول ما يغلي اول غلوه هبدا اهدي النار واسيبه يتشرب براحته عشان ما ياخدش مني نسبه ميه، تبقى الرزايه مفلفله وتاخد وقتها. طيب